جديده في السوق نتاع المواشي في جديده، وانت قلت لي فلاح من قبلات وعندكم اكيد مشاكل نتاع فلاح، تفضل احكي لي شفم. بالنسبه للعلف يجي كميون فيه 30 طرنات، يجي العشره نتاع اللي يتعبى في الشكاير ويمشي، خلو 5-6 طرنات الصباح يمشي لك تاع الفلاحه، سامح يمشي لك تاع الفلاحه، يسيب 20-30 بونو في 100 كيلو، والبقية تتباع مارش نوار وتمشي على رواح. وعلاش في الليل ساعات قد العلف؟ باش ما باش ما يريهم حد وما يحضر لهم حد وما يشوفهم حد. في الليل خدمة سكريت. باش ما يقدم حد وما يريهم حد وما يشوفهم حد. يبيعوا بالدرك. يتباع مارش نوار. بين 80 وتخذيب عملوا خذيناه ب 200 ألف الشيء. 220. 220. هذه رموز البلاد نتاعنا. المدعمة تاخذوا فيها بقد ايه؟ السنة لا السنة لا. السنة بقد ايه؟ السنة ب 110. قص اما العام اللي فات ب 200 و220. وشكون الناس اللي تاخذوا في العالفين؟ شنو؟ رموز الكل في رموز البلاد نتاعنا. مزودين. لا قصدي يعني الفلاح الكل ينجموا يتحصلوا على بايهم ولا لا؟ ما يتحصلوش، تحصل سفلان وسفلان. ما يتحصلوش، فلاح مواطن عادي ما يتحصلش. اللي عنده اكثر واكثر ما يتحصلش. ياخذ فلاح اللي عنده 10 نعاج و20 نعاج. واللي يبدا لاباس عليه مثلا يهبط هو الشعير ياخذه هو يبيع لنا احنا ب 220 وياخذه ب 80 ب 70. أبار الشعير شنو الحاجة الأخرى؟ هذيك هي نحن شنو الدولة فاش دعم فينا، دعم فينا بالشعير والنخال. عيد عام الجاي باش يرخص زعما ولا؟ قدرة الله العام الجاي حضروا الزملاي. قد إيه؟ حضروا 2000. الزملاي العلوش. قدرة الله. اللي بتكين نتاع سنة مليون ومليون وشوي. مليون لا اللي خدم السنة ب 14 ب 13 ب 15 العام الجاي حضر زوز. يحكيو على اللنثة اللي قاعدة تذبح زاد. هي اللنثة بتذبح في كل وقت، تغلم يذبحوا فيها مش على ليش. راس المال معناه. أم الأم نتاع الدنيا. يذبحوا في النعش. لكن وزير الفلاحة يتفرج شنو تقول له انت مثلا؟ شنو؟ وزير الفلاحة. قول له شيء شنو باش نقوله له بنيت عمي؟ نجم يدخلنا في الموضوع تاع الفلاحة. باش يدخلنا في الفلاحة في العالم. الواحد. ماذا بينا لا؟ ماذا بينا يدخلنا ويعاوننا ويطلع علينا ويسهل علينا ويسهل على كل شيء. يعني غادي متوفر كل شيء نتنم عليه. موجود الناس كل بغلامها والناس كل بسعاها وخاصة الأراضي الدولية. اخي نحن نعاشبوا في الكتار ب 600 ب 700 دينار والدوله تعطي فيه بشكاره ناعمه. واحد حايز 500 كتار بشكاره ناعمه ب 500 ب 500 شكاره عام كامل. فما ناس تاخذ وناس ما تاخذش؟ فما ناس تاخذ وناس ما تاخذش، وشكون اللي ياخذ؟ يا تاخذي انت لاباس عليك ولا ما ياخذ؟ توريت اللي لاباس عليه نازل على القليل، القليل شكون مش تلفت له حسب رايك انت تكونش ربي قليل، هاو حتى تدخل كما نقولوا فيها مع الحاكم تمشي مع الحاكم. كنت تتكلم انت قليل ما يصنتوكش يتكلم واحد لاباس عليه وكذا. تفضل روح. ولا شيء. سماش عن اتحاد يقول تكلمي يقول لك برا السيد الوالد برا ما يسنتك واحد خلف رب. هنا عندي اربع صغار يقروا المعتمد مشيت له يمكن 3500 مره نمشي له يا كتب يعطوا فيهم واحد نتاع ياخذوها لباس عليهم ولا مزمرين ولا ميريك الراس وميريك تي ميريك فلاح وعندك الغلاف ما فماش وين الفلاح اخي فلاح عندك عندك كتار وكتارين كتار وكتارين فلاح يقدروا يقدروا ما ياكلوكش شنو تربع خمس صغار في خمسه عندك ولا اربع صغار في العالم انت وهم معاهم سته تاياك في العالم باش يعملوا لك كتار شنو باش يعمل شنو باش يعمل هاي؟ جيبي 10 شكاير نعمه في العام يوكلوا لك انت زعما 10 في العائله ولا 7 في العائله؟ انت غادي تاخذ في حصتك نتاع العلفه ما يعطوكش ما يعطوكش كم مغطين عليها هذه باركين عليها الروس الروس الاموال لا لاباس عليه. 700000 700 وين الفلاح؟ على 700 700 ترى داو شويه لهي هذه على بعضهم على بعضهم تحب تحبي انت 700 نبيع ارخص من الدولة. فز فز طبعا علاش ما باتش؟ ها؟ فماش قبيلة؟ ما ثماش متعم روح بيه سووا فيه ب 500 و 550 من بربها ويحل فيهم ويفارع والله ما يكسب فيهم مكرع نتاع واحد يخدم معاه هذا يا الزوال هذا والله خذاب متعم اقسم بالله حمال هذا عنده اربع في العالة والله الدولة لا تلفتت له بستيلو ستيلو لا يمكن يعطوا الله اعلم لا ما تمشي تحت الطاوله كل تحت الرخوات ولا ما نريد منهم شيء يقول الله تريت اربع كعبات مغطين عليها الناس اللي بس عليه نمشي معتمد برمشي الشيخ يمشي الشيخ بر معتمد كل واحد يسفي الواحد ولا ما تمشي يبعثك المعتمد المعتمد يبعثك للشيخ الشيخ يبعثك للمرشد المرشد تبعثك المعتمد برا المندوبيه برا يا بنتي راهي مشكله مش مشكله اسمعني كان وزير الفلاحه يتفرج فيكم شنو تقولوا على قبل وزير الفلاحه نقول له من جهه ربي معمول كل ربك للاراضي الدوليه الا شوف لنا فيها حل ولد عمي قسمها على المزمرين تلفتوا لك المزمرين قول راي الايام من كوبا والثوره عملها الزوالي قال الاخر طلع طلعوا بها الاخرين رؤوس الاموال قسما بربي تويك ريت الثوره عملها الزوالي وحلت في راسه علي برب قول لك قيس سعيد يرضى عليك ويديك ان شاء الله ربي يثبت الا تلفت للزوالي
مبارك فيه. قد ايه سومة دي؟ ها؟ قد ايه سومة؟ هذا لله بسم الله. شو اللي بسم الله؟ اعطينا 100 سومات. والعمر نتاعهم قد ايه؟ العمر 5 شهور 6 شهور. مازالوا ما سكروش العاء. مازالوا. هذا الفيدك من هوني قد ايه هذا؟ هذا 700. هذا يحضر فك الفترة بتاع العيد ولا؟ اه يحضري ولي بركوس كبير. ما شاء الله. هذا 650؟ لا 700 هذا. سوام 650 700 كيك. علاش السوام هذه اقل من سوام الناجه؟ شنو؟ الناجه غالي. هذا قداش؟ 700 هذاك ولد خالتي. وبيع واشري. سوام لنفه طلعت توا. طلع لنفه وزرت فيها واحد. علاش السوام تاع العلالش غالي لهنا؟ مش غالي رخيص. شو نخلي السوام تطلع نحكيو عن الناجه؟ اه مو شيء تبدل، مو العلفه غالي فهمتي؟ شو تعلفهم مثلا هذو؟ هذا ما يعرف الفول والشعير. فهمتي؟ والقرت وتبن. شعير قدا يخدم عندكم؟ بنات عمي والله ب 110 ب 120 وما تدعموناش خلاص الدولة. ما تدعموناش خلاص الدولة، ما تعطيناش. ما فماش دعم الدولة؟ فماش. دعوة الفلاح الكبير بتاعنا ضايع. فهمتي؟ وفوق بلاط ما يعطونا حتى كعبة شعير. أنت جيت من قبلات؟ من قبلات ما يعطوناش. السيد المعتمد الأولاني هذا كان هني يعطي فيه وجوة. وثم الناس مكلفين. ياخذوا فيه وجوة. نحن ولا ناخذوا كعب. الفلان وفلان يمشي. فلاح الكل؟ لا مش الكل. شوف اما قضيه سوام منين لمنين؟ الاسعار من المليون 11 12. اما العلف غالي هو على ذيك علاش غالي الساع. استنى هذوما الساع شنو هما؟ اناثي ولا ذكور؟ ذكور ذكور ذكور. قضيه سوام هذوما؟ هذا 11 ونص. وهذا مليون. هذوما حاضرين من وقت العيد ولا؟ حاضرين من وقت العيد. قضيه توك وقتها فيهم هذوما؟ كيفاش؟ يخدموا شوف في وقت العيد. في وقت العيد يخدم حتى ال 14 يتويك 11 ونص، ثم فرق وعلف ووكل ما عملنا شيء. فلاح والعلفة يعطيك السال، العلفة غالية ياسر. منين العلفة تاخذوا فيها أنتم؟ ناخذوا فيها من عند التجار. التجار شبيك يبيعوا فيها حتى ب 50. بونوات ما يعطوناش، هذا عطينا بون وهذا عطينا بون وما يحبش يعطي. كيفاش نعمل؟ أنت هذوما شو تعلفهم؟ لا بوشونات. أيوة وقرط. القرط ب 20. البوشونات قد ايه؟ البوشونات 75 و 78. 50 كيلو ما فيها شيء.